بدون شك أن الرئيس بايدن كان له وإدارته لعبوا دورا ناشطا في محاولة تصعيد الضغوط على روسيا ودعم الحكومة الأوكرانية، وذلك لأن هذه الإدارة، وليس فقط الديمقراطيين بل عدد لا يستهان به، وربما قد يكون نفس العدد تقريبا من الجمهوريين، تبنوا مواقف مماثلة بأن روسيا تقوم بعدوان على أوكرانيا وأنه يجب دعم أوكرانيا. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع فإننا نرى بأن الولايات المتحدة على الرغم من التحذيرات الروسية منذ العام 1907 2007 2008 2009 تقريبا، كان هناك عدة خطابات من قبل القيادات الروسية وعلى رأسها الرئيس الروسي بوتين الذي حذر من توسع وتمدد حلف شمال الأطلسي إلى الشرق. وكانت الحكومة الأمريكية قد وعدت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أنها إذا وافقت روسيا على حل حلف شمال حلف وارسو وعلى إعادة توحيد ألمانيا فإن روسيا ستوافق على ذلك مقابل عدم توسع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق. وجاء الجواب ولكن لم يكن مكتوبا، ولكن كان الجواب من وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت جيمس بيكر ومن عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين بأن الحلف لن يتقدم بوصة واحدة أو نحو الشرق. وهذه ولكن الدول الغربية وحلف الأطلسي استمروا في التدخل في أوكرانيا، وذلك اعتقادا منهم أنهم يستطيعوا إضعاف روسيا، والبعض بدأ يتحدث حتى عن تقسيمها. ورأينا أن هناك عملية انقلاب جرت ضد الحكومة المنتخبة في 2014 وكانت مدعومة من قبل عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين لعبوا دورا مباشرا فيها ولذلك فإن روسيا وجدت أن ذلك يشكل تهديدا لها. ثم حدثت الحرب الصراع ضد المناطق الروسية من قبل وقتل عدد كبير حوالي 15 ألف من المواطنين الروس ذوي الأصول الروسية، هم أوكرانيا يعيشوا في أوكرانيا أوكرانيين ولكن ولذلك فإن هذه أدت إلى الحرب التي نراها. وأعتقد أن روسيا الآن لن تتراجع عن هذا الموضوع، فهي ترى بأنها في الوقت الذي يمكن التوصل إلى تسوية، وكانت هناك مفاوضات ولكن كان هناك تدخل بريطاني، وفي ذلك الوقت عندما كان رئيس الوزراء بوريس جونسون، ورأينا ضغط على الأوكرانيين الذين كانوا يتوصلوا إلى اتفاق مع الروس في إسطنبول وإلى فشل الاتفاقية، والآن نرى نقطة الوضع ذكرتها على ما هو عليه. نعم، النقطة ذكرتها دكتور أن الروس لن يتوقفوا يعني عند هذا الحد. ضرب العمق الروسي إذا ما حدث فعلا، ألن يكون هناك رد روسي أيضا على ذلك؟ ألا تتوقع أو ألا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من هجوم مباشر أو لنقل حرب مباشرة؟ صارت اليوم الحرب مباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا، وخاصة فعلا بعد هذا القرار. فعلا هذه نقاط مهمة جدا التي تفضلتي وذكرتيها. يعني إنه إذا نظرنا إلى الأمر، هناك خطر احتمال حدوث حرب عالمية ثالثة، وهذه الحرب إذا فعلا تمت فأن أولا كما قال مثلا إيلون ماسك وكما قال السناتور روبيو وكما قالت وهو المعين لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، وإيلون ماسك هو من كبار المستشارين للرئيس ترامب، بالإضافة أيضا إلى تالسي جابرد التي ستكون مسؤولة عن المخابرات الأجهزة الاستخبارات الأمريكية، قالت بأننا نحن أخطأنا. صحيح أن الروس مقاتل عفوا الأوكرانيين قاتلوا بشجاعة، ولكن هذه الحرب لا يمكن أن يفوز بها الأوكرانيين، ولذلك ونحن لم نأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية الوجودية لروسيا. وهذا كان تصريح يختلف عن معظم تصريحات مسؤولي إدارة الرئيس ترامب
المعينين ومعظم مسؤولي إدارة الرئيس بايدن. نعم ولذلك فإن الخطر هو أن إما أن نرى صدام مباشر بين صحيح حلف شمال الأطلسي والروس، أو أننا قد نرى بأن روسيا قد تستهدف دول معينة تقوم بدعم أوكرانيا، أو أنهم قد يقوموا بقد تقديم الدعم لدول تواجه الولايات المتحدة في مناطق أخرى من العالم. ونرى أيضا تحركات وتعاون صيني روسي، وهذا هو بدء نوع من، ليس طبعا لا يسمونه تحالف حتى الآن، يسمونه شراكة استراتيجية، ولكن أعتقد أن السياسات التي تبنتها إدارة الرئيس بايدن دفعت كل من الصين وروسيا إلى التعاون مع بعضهم البعض. نعم وهذه طبعا مقلقة لعدد من الخبراء والعسكريين السابقين الأمريكيين، الذين يحذروا من أن هذه السياسة لا يمكن، التي تتبناها إدارة بايدن، وربما تريد أن تخلق أمر واقع أمام الإدارة الجديدة، تضطر الإدارة الجديدة لاتباعه. ولكن هذه فعلا تحمل الكثير من صحيح المخاطر، لأنه إذا وصلنا إلى حرب نووية لن يسلم منها أحد. صحيح، وحتى هناك من ذهب أنه يريد توريط ترامب أيضا. أشكرك جزيل الشكر لكل هذا التحليل من واشنطن الدكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون.